قدر 5.5 يحتل بمطرح مهم بيناتهم ويسطع نوره. نادين كنت تتحدث عن وصول مسلسل 5.5 للجمهور المصري وتحقيقه أصداء إيجابية، ولذلك كان لازم نعرف إذا كنت بتفكر بالقيام بعمل مصري قريباً. هو بصراحة في شيء هيك بين إيدي، بس أنا بما أنه يعني أوريدي ارتبطت بشهر رمضان لسنة 2020 وبتعرف العائلة والأولاد وهيك، فالإشياء وقت يعني بنتكسلن، نحن الأمات بنتكسلن شوي. العوض بسلامتك. هيدا منو شغل، هيدي بطلت مستشفى سوري صارت مزرعة. ومن أصداء 5.5 أيضاً ظهور شائعات حول وجود خلافات بين نادين وقصي خولي. ابدا ابدا ابدا، من اول العمل حتى من قبل ومن كذا سنه لحد اليوم علاقتي فيه كثير حلوه، ونحن كثير اصدقاء وبنحترم شغل بعض، وهذا الشيء كثير مهم. وتأكيدا لعدم وجود اي خلاف، قصي خولي رح يشارك مع نادين بمسلسل بالموسم الرمضاني القادم من انتاج صادق الصباح. بوعدهم أنه عمل كتير مميز وجديد، أدوارنا كتير غريبة، إن شاء الله الناس تتقبلني فيه، أوكي؟ بس أنا متحمسة عليه. وبين إشاعات الخلافات بين النجمات اللبنانيات، أوقات كتير بتكون صحيحة، ومن ضمنها كان خلافها السابق مع سيرين عبد النور، ويلي انتهى بالصلح من فترة قريبة. لا هلأ اوكي، بتصير اوقات شوي سوء تفاهم، منافسه، اوقات بتصير شوي فيها مشاكسات، فيها شويه نيجاتيفيتي، بس كله بينحل اذا واحد نيته طيبه هيك يعني كل واحد بيتنازل شوي بيمشي الحال. نادين من أكثر الفنانات العربيات متابعة على السوشيال ميديا، ووصل عدد متابعيها على إنستغرام ل 9 مليون متابع، وبيتابعوا أخبارها وصورها بدقة كبيرة. يمكن لها السبب أثارت هالصورة جدل كبير. بتطلع بالصورة بنشوف إنه في شادو، شو يعني عادي الشادو، هالقد الشادو بده؟ أنا ما استوعبتها، فأنا نزلتها وبحبها بموت فيها، وأخذت أكثر نسبة لايكس عندي فوق 400 ألف، هذا شيء بيدل إنه الصورة سوبر حلوة.